طيب معناته امتحاننا يوم السبت إن شاء الله حسب الموعد اللي محددته الجامعة، طبعا راح يكون على الإيليرنينج الامتحان، تمام؟ فراح يكون على الإيليرنينج، وإذا في تعليمات يعني معينة بنزلكوا إياها إن شاء الله. يا دكتور، نعم. على سيرة الميد، انت حكيت لنا ان الميد بيجي من اسئلة الاسايمنتس اللي انت بتعطيها، بس ما عطتنا غير اسايمنت واحد اللي هو اسايمنت شابتر 1. لو فيك تعطينا كويستشنز من شابتر 2 و 5 بخش فيني لك دكتور. اليوم ان شاء الله بعد المحاضرة بعطيكم. انه مش ضروري اسايمنت لانه عندنا هلا ميدات، فعلى الاقل تعطينا الاسئلة اللي ندرس منها. لا انا بنزلكم اياها اسايمنت، بس الديو ديت بخليه متأخر لورا شوي ان شاء الله. بس للشابترين 2 و 5 صحيح؟ 2 5 ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. طيب طيب خلينا نبدأ المحاضرة. الآن احنا بهذا التشابتر كل اللي قاعدين ندرسه دي سي اناليسيس، يعني بنحط والله دي سي سورسز وكذا، بعدنا ما شفنا الاي سي، تمام؟ فاحنا بعدنا ما شفنا الـ AC Analysis، لكن يعني بس عشان تكونوا انتم عارفين هيك كنا احنا نرسم العلاقة يعني ما بين الـ VCE والـ IC. تمام؟ الآن طبعا هون عند الـ X axis، طبعا هاي عندي هون VCE sat. الآن كل اللي كنا نشرح لكم إياه زي ما حكيت لكم كان عبارة عن DC analysis، ولكن أنا بالمحصلة أنا بدي أستخدم هذا الـ BJT as an amplifier، يعني كبر لي signal، فلازم أوصل عليه AC signal. ف هاي الـ AC signal هون على سبيل المثال، هاي هون بالرسمة هي حاطة AC signal، تمام؟ أو خلينا نرسمك يعني زي هيك. هاي عندي هون DC وعندي هون AC، هاي RB، هاي RC، عندي هون VCC. الآن وجود هذا الـ AC signal شو بيعني لي؟ هاي طبعاً زي ساين ويف، خلينا نحكي في لها positive values و negative values، فبيعني لي إنه هاي خلينا نسميها مثلاً VBB وهاي VS، فبيعني لي هاي VS راح تخلي VBB مرة تكون أو يعني خلينا نحكي الـ VB أو الفولتي اللي هون مرة تكون أكبر من VBB بشوي ومرة أصغر من VBB شوي، لأنه بدنا نجمع هذول الثنتين مع بعض جمع، وزي ما حكيت لكم هاي VS بعض لها قيم موجبة ولها قيم سالبة. وهذا بيعني لي إنه قيمة IB برضه راح تكون أكبر من قيمتها بشوي بدون VS وأصغر من قيمتها بشوي بدون VS، يعني بدون VS لها قيمة. لما نضيف في اس هذا بيعني انه اي بي مره راح تزيد شوي ومره راح تقل شوي، طبعا حسب قيمه في اس. واحنا بنعرف انه هذول اللاينز هم بيمثلوا العلاقه ما بين في سي واي سي فور ديفرنت فالوز اوف اي بي، مش هيك؟ وهي مثلا عندي هون اللود لاين بهذا الشكل. ففرضا انه كانت اي بي بدون في اس هيها هون الكيو بوينت. طيب إذا اي بي هتزيد شوي بتقل شوي، معناته الكيو بوينت تتغير، مرة تصير هون ومرة تصير هون، تمام؟ الآن أنا بيهمني إنه أختار قيمة في بي بي بطريقة معينة أو أختارها قيمة معينة بحيث إنه تخلي لي الكيو بوينت دائما وين؟ بمنتصف، يعني بعيد عن
المنطقة هاي الكت اوف وبعيدة عن هاي الساتوريشن، عشان لما تيجي هاي السيجنال اللي هي الفي اس ما تخلي الكيو بوينت، يعني لو كانت مثلا الكيو بوينت بدون الفي اس كانت هون، بس نضيف الفي اس شوية تيار زيادة بتروح الكيو بوينت ولا هي وين؟ هون بالساتوريشن. والعكس لو كانت الكيو بوينت انا بالاصل حطيتها هون، اذا لما تيجي في اس لما تصير قيمتها في اس بالناقص ممكن تروح الكيو بوينت هون على الكت اوف. فانا ما بدي الاوبريتنج بوينت كيو بوينت لا تروح لا على الساتوريشن ولا على الكت اوف، فبختارها بمنطقه هون بالنص يعني. لانه اذا راحت على المنطقه هاي او المنطقه هاي في اوتبوت هون، هاي في اوتبوت شو المفروض تكون؟ الاي سي هاي المفروض تكون هاي السيجنال مكبره، يعني في اوتبوت بتساوي اي في يعني الجين ضرب في اس، فهيك المفروض تكون في اوتبوت. ولكن اذا الترانزستور راح على الساتوريشن او راح على الكت اوف السيجنال هاي في اوتبوت بصير لها ديستورشن، يعني بالاصل بتكون هي نفس الفي انبوت ولكن مالها امبليفايد هيك مثلا. نفس الساين ويف ولكنها امبليفايد، ولكن اذا راح البي جي تي على الساتوريشن او على الكت اوف الاوتبوت سيجنال هاي بصير لها ديستورشن، بتبطل هي نفس شكل الفي انبوت، تمام؟ بتتشوش. فلذلك انا ايش؟ عشان هيك احنا نسوي بايسنج ونختار قيم معينه بحيث ان تكون الكيو بوينت من بدون وجود في اس بمنطقه بالمنتصف. الان في ثلاث طرق من البايسنج راح ندرسهم بهذا الشابتر. اول طريقه اللي هي سنجل بيس ريزيستر بايسنج، يعني فقط مقاومه واحده هي هون وبايسنج من خلالها، هي نفسها هاي ترى، بس الفي بي بي بدل ما ناخذها من سورس مختلف اخذناها من هون من الفي سي سي، يعني هي زي كانه هيك بدك تخيل، يعني زي كانه افصل السيليكات زي كان هاي في سي سي وهون في سي سي، تمام؟ طبعا هاي الكونكشن يعني حلينا عليها اسئله كثير وبتعرفوا كيف تسوي لها اناليسز، ما اظن الموضوع صعب. خلينا نشوف الاكزامبل التالي. Design a circuit with a single base resistor to meet a set of specification. The circuit configuration to be designed is shown in figure 5.51b, اللي هو هذا الفيجر. The circuit is to be biased with VCC equal to 12. The transistor quotient values are ICQ بتساوي 1 فولت و VCE بتساوي 6 فولت. يعني هو بده تكون VCE قيمتها 6 و IC قيمتها 1. طبعا بيعطي قيمتها 100. ايه دكتور؟ نعم. بناخد على حديثك، بس شو بصير الفي اوتبوت لما يكون كت اوف ساتوريشن؟ ديستورتد، يعني بتكون هي مثلا دخلت ساين ويف المفروض تطلع ساين ويف بس مكبره. بس لما تصير تروح على الكت اوف او ساتوريشن بتصير ديستورتد، يعني بتصير لها ديستورشن، يعني بتصير بتبطل شكلها ساين ويف. تمام. بتتشوش. تمام؟ تمام دكتور، تمام. طيب. طبعا واضح انه الترانزستور راح يكون اون لانه واضح انه هي فيه تيار، والفولت في سي لها قيمتها 6 يعني، او انه لو انه اوف كان تكون في سي قيمتها 12 نفس قيمه البي سي سي لانه ما يكون في فولت ستروب على ار سي، فهو اون. وبرضه كمان واضح انه مش بالساتوريشن، يعني هو بدك تسوي ديزاين ما تحطه بالساتوريشن، هي قيمتها 6 لان اكبر بكثير من 0.2 جاي بالمنتصف تقريبا. طيب بدنا نسوي ديزاين، حكينا الديزاين يعني مش اختراع، هو فقط انه بدل ما توجد التيارات والفولتجز لا انا بعطيك التيارات والفولتجز وبدك توجد لي المقاومات والاشياء هاي. فبدنا نوجد ار بي هون وار سي، ونقدر نبلش من هون او من هون. خلينا نبلش من عند ار سي، سهله يعني كل شيء معادله وحده معطي معي كل شيء، اللي هي ماينس في سي سي زائد اي سي في ار سي زائد في سي اي ايكوال تو زيرو مجهول واحد اللي هو ار سي. هاي المعادله هيك ممكن تكتبها، هاي ماينس في سي سي زائد اي سي في ار سي كيف يقل على هاي اللوب زائد في سي اي بتساوي صفر، فمجهول واحد اللي هو ار سي بحسبه بتطلع قيمتها 6 كيلو اوم. طيب الان بامكاني اطلع قيمه اي بي، انا ما حبيت ابلش من هاي المعادله لانه بكون في عندي مجهولين اي بي وار بي، فبلشت من هون من هذا الطرف، او يعني هو حتى اي بي مش مجهول بصراحه لانه احنا كنا نحكي لكم انه اذا نعطيكم قيمه اي واحد من التيارات معناته كل التيارات معروفه قيمتهم،
لانه ايس يعني اي بي ممكن اطلعها من اي سي بسهوله. فهي قيمه اي بي اللي هي عباره عن اي سي على بيتا. فبصير تبدا من هون وبصير تبدا من هون كل واحد 10 مايكرو. تيجي هون توجد ار بي اللي هي المعادله هاي ماينس بي سي سي زائد اي بي في ار بي زائد في بي اي اون. ما بحط في بي، بحط في بي اون لانه خلاص انا بعرف انه الترانزستور اون. ومن هنا بطلع قيمه ار بي بتطلع 1.13 ميجا اوم. فيعني ما فيش شيء جديد، بس انه هاي الكونكشن اللي احنا تعاملنا معها كثير من قبل نسميها سنجل بيس ريزيستر بايسنج. يعني هون في شغله مهمه بدنا نحكيها، انه زي ما حكينا انه هاي الكيو بوينت بتكون حسب قيمه اي بي، تمام. الان انا فرضا اجيت والله زي ما انطلب مني هون انه في سي اي تكون قيمتها مثلا 6 واي سي تكون قيمتها 1 ملي امبير، وانا صممت الترانزستور وبناء وكل تصميمي بناء على انه بيتا قيمتها 100. فرضا انه صار في عندي مثلا ظروف بيئيه، مثلا درجه الحراره ارتفعت، صار في عندي هيوميديتي كذا، تغيرت قيمه بيتا، شو بده يصير بالديزاين تبعي؟ طبعا راح يخرب كلياته. يعني بدل ما هي في سي اي 6 واي سي 1 ملي امبير، على سبيل المثال لو صارت بيتا 150 هيك بتتغير القيم بهذا الشكل 1.5 و3 والعكس، او يعني برضه بنفس الطريقه اذا تغيرت بيتا صارت 50 هيك بتتغير القيم. فاذا بتلاحظوا انه التغير يعني تقريبا اكثر من 50% بلس 50% ماينس 50%، فمعناته انا في عندي مشكله صح؟ انه هذا الدائره هاي مش ستيبل. فلذلك هم عادة ما بيلجأوا لهذا النوع من البايسنج، بيلجأوا لدائرة يعني فيها أكثر ستيبل، أكثر ستيبلتي. خلينا نشوف شو هي الدائرة. هاي هي الدائرة. Common emitter with voltage divider biasing and emitter resistor. في عندي هون emitter resistor وفي عندي هون voltage divider. طبعاً أنتو حكينا إحنا عن الثيفنين. فيعني عشان الاناليسيس فور اناليسيس بيربسز احنا عاده بنحاول نبسط هذا الجزء. تذكروا انه هاي هون في سي سي وهاي هون في سي سي. هون زي كانه بتخيل زي كانه مش موجود شيء. بس هو عشان استخدم ون سورس بحطه زي هون وبوصله، لانه هاي الفولت هون في سي سي وهاي الفولت هون في سي سي. طيب فانا بدي احاول اني ابسط هذا الجزء حتى اقدر اتعامل معه. طبعا هون هاي عندي انا كابلنج كاباستر وعندي هون في اس، فهذا كابلنج كاباستر بيكون اوبن سيركت بالدي سي، الدي سي ما بيكون اوبن سيركت، فهذا كلياته مش موجود. هذا الجزء كيف بدي ابسطه؟ بستخدم الثيفنن، بوجد الثيفنن ايكوفالنت سيركت سين باي ذا بيس. فهي الدائره بتكون عندي زي هيك يعني. هاي في سي سي ما هي بتكون ايش؟ عباره عن فولتج سورس واصل مع الجراوند صح؟ فهي الجراوند وهاي عندي هون VCC واصل مع R1، R1 واصل مع R2، وR2 واصل مع الجراوند. أنا بدي أوجد الفولت الثيفن كورنت سيركت سين باي ذا بيس، يعني بدي أوجد هون الفولت هي عند البيس. في هاي في ثيفن هون عند البيس. تمام؟ فهي نفس الفولت هي على R2، فإذا في ثيفن شو قيمتها؟ فولتج ديفيجن R2 على R1 زائد R2 مضروبة في VCC. طيب هاي في ثيفنن، بالنسبة ل R ثيفنن بسوي هذا شورت ونوجد R ثيفنن. بنلاحظ انه ذكرنا مقاومتين ان باراليل، ف R ثيفنن بتساوي R1 ان باراليل مع R2، فهي في ثيفنن وال R ثيفنن. تمام، فبشيل هذا الجزء وبحط مكانه ايش؟ في ثيفن وار ثيفن، فبصير دائره هيك بهذا الشكل. طبعا هاي فور ذا بيربس اوف اناليسيس. طيب ما دام انا طلعت في ثيفن وار ثيفن خلاص صار السؤال برضه كمان بسيط. هيك كيف يقل على هاي اللوب؟ في ثيفن بتساوي اي بي كيو في ار ثيفن زائد في بي اون زائد اي اي في ار اي.
تذكروا ان في عندهم مقاومه. اي بعرف بقدر اطلع اشوف العلاقه ما بين اي يو واي بي اللي هي اي بي بتساوي 1 زائد بيتا في اي بي، ومن خلال هاي المعادله بطلع قيمه اي بي، بعيد ترتيبها وبطلع اي بي. اي سي اللي هي بيتا في اي بي، فبتصير بهذا الشكل. فهيك بنكون طبعا في سي اي بتحسبها اخر شيء اللي هي ايش؟ في سي سي ماينس اي سي في ار سي ماينس اي في ار اي، اللي هي قيمة ايش؟ في سي. في حدا عنده سؤال لحد هون؟ نحل سؤال؟ نحل الاكزامبل؟ طيب خلينا نشوف الاكزامبل التالي. ما في عندنا هون اكزامبل. بدنا نسوي اناليسيس، طبعا يعني تطبيق مباشر ما بدهوش يعني فيهوش اي شيء. بنطلع اول شيء ار ثيفنن وفي ثيفنن. هاي قيمة ار ثيفنن. ار 1 بارل مع ار 2. وهاي قيمة في ثيفنن. بعد ما اطلعها بطلع قيمة اي بي. تطبيق على المعادلة اللي طلعت من قبل شوي. وعندي اي سي. وعندي اي اي مجموعهم. وهاي عندي في سي. فهيك بكون حليت السؤال. طبعا لو بنفس الطريقة تغيرت بيتا ومرة صارت 150 ومرة صارت 50، هل راح تختلف القيم كثير؟ راح تختلف ولكن مش كثير. اقل من يعني مش زي بالسنجل بيس ريزستر 50%. شوفوا يعني هون اي سي كيو 2.6 ممكن تصير 2.32 1.8، تغير بسيط يعني بالمقارنة مع هناك. نفس الشيء بالنسبة للبي سي اي، شوفوا كيف التغير بسيط. عشان هيك بنحكي عن هاي الدائرة مالها مور ستيبل. تمام. الآن في معلومة مهمة هي انه عادة لما يجوا يصمموا الدائرة هاي بيختاروا بيختاروا ار ثيفنن تكون قيمة معينة. شو هي هاي القيمة؟ او قبل ما نيجي نحكي لكم عن ار ثيفنن شو بيختاروها، اللي بدي اياكم تعرفوه انه ليش هاي الدائرة مور ستيبل؟ ليش هي فيها ستيبل؟ ليش ستيبل اكثر من الدائرة اللي قبل؟ ليش اي سي كيو وفي سي اي ما تغيرت تغير كبير؟ السبب التالي انه هاي انا معادلة اي بي اللي هي بدون بيتا، اللي هي في ثيفنن ماينس في بي اي على ار ثيفنن زائد 1 زائد بيتا في ار اي. هاي معادلة اي بي. كم قيمة اي سي؟ اضربها في بيتا. تمام؟ الآن إنه أنا بدي الدائرة تكون ستيبل وما تتغير تغير كبير بتغير بيتا، فبختار ار ثيفنن أصغر بكثير من 1 زائد بيتا في ار اي. فبالتالي هاي شو بتهسر فيها هون؟ فبالتالي هذا تروح، فبصير معادلة هيك بهذا الشكل. لأن أنا اخترت ار ثيفنن أصغر بكثير من 1 زائد بيتا في ار اي. طيب وانا بعرف انه بيتا اكبر من 1 بكثير يعني عادة 100 او كذا، فهي بتصفي هون بالبسط ايش؟ بالمقام عفوا، بتصفي كانها بيتا بس يعني تروح الواحد. فبالتالي انا بقدر اختصر بيتا مع بيتا. فاذا بتلاحظوا المعادلة مالها ما بتعتمد على بيتا. طبعا هاي كلها ابروكسيميشنز. اول شيء هذا ابروكسيميشن وهذا كمان ابروكسيميشن. فاذا بتلاحظوا بعد ما استخدمت هذول الابروكسيميشنز اي سي كيو ما بتعتمد على بيتا، فعشان هيك لو تغيرت بيتا اي سي كيو ما بتتغير. ولكن بالواقع احنا شفنا هي فيها تغير ولكن تغير بسيط. ليش؟ لانه هذا عباره عن ابروكسيميشن مش 100% صحيح. فهذا هو السبب اللي خلى هاي الدائره مور ستيبل وما تتغير قيمة اي سي كيو وفي سي اي تغير كبير مع انه بيتا تغيرت. تمام؟ طبعا ار ثيفنن زي ما حكيت لكم انا لازم لما اساوي ديزاين اختارها اصغر بكثير من 1 زائد بيتا في ار اي، هذا صحيح.
بس كمان برضو انا ما بدي اختارهم قيم صغيره كثير كثير كثير. ليش؟ لانه انا اذا اخترتهم هذول قيم صغيره كثير كثير معناته التيار اللي هون راح يكون كبير، صح؟ واذا كان التيار كبير معناته الباور ديسيبيشن بيكون عالي، لانه الباور ديسيبيشن شو بيساوي؟ في سي سي في اي في اي، خلينا نسميها اي، لانه يعني الباور هو عباره عن التيار في الفولتج، فاي كبرت هاي فمعناته الباور شو راح يصير؟ يكبر. وانا ما بدي الباور يكون كبير كثير، لانه هاي باور ديسيبيشن يعني ممكن يسوي دامج للسيركت. برضه كمان انا بشكل عام دائما بحاول انه يكون باور اقل ما يمكن. فاذا if R Thevenin is too small, R1 and R2 are too small, the current will be high and the power dissipation will be high. فانا لازم اسوي يعني شيء بالوسط، لا هي R Thevenin صغير كثير ويكون power dissipation عالي، ولا هي كبير كثير وتكون الدائره مش ستيبل. فشو هي القيمه هاي اللي بالوسط؟ اللي هي القيمه التاليه، انه R Thevenin بتساوي 0.1 في 1 زائد بيتا في RE. فهاي هي القيمة، يعني عادة طول الثم قاعدة انه دائما R Thevenin بتختارها بتساوي 0.1 في 1 زائد بيتا في RE. فهي احفظوها، هاي مهمة ليش بستخدمها بالديزاين عادة. خلينا نشوف سؤال ديزاين. هاي في عندنا هون example ديزاين. Design a bias stable circuit to meet a set of specifications. The circuit configuration to be designed is shown in figure 5.54a. High. Let VCC equal to 5 volts, RC equal to 1 kilo ohm. Choose RE and determine the bias resistor R1 and R2 such that the circuit is considered bias stable and that VCE equal to 3 volts. معناته اول شيء ترانزستور اون وبالفورد اكتف مود، لانه في سي قيمتها 3 فولت، تمام. طيب كيف بدنا نحل هذا السؤال؟ طبعا شو اللي بدنا نوجده بالضبط؟ احنا بدنا نوجد قيمه ار سي وبدنا نوجد قيمه ار اي وار 1 وار 2. هاي المجاهيل تبعتنا. اي سي معطيه معنا؟ اي سي لا مش معطيه معنا ولا اي بي. طيب كونه اي سي مش معطيه معنا واي بي مش معطيه معنا، ما بديش ابلش من عند البيس لانه راح يكون في عندي يعني مجهولين. خلينا نبلش من هون، وحتى لما نبلش من هون راح نشوف انه ار سي وار اي اثنين مجهولين كمان، فمشكله. فشو الحل؟ يعني معادله واحده مجهولين، فالحل انه هون بدي اجي اختار واحده منهم. بيك مثلا قيمه لار اي وأوجد ار سي. برضه في عندي قاعدة مهمة انه ار اي دائما نختارها بحيث يكون الفولتج دروب على ار اي تقريبا بيساوي الفولتج دروب على في سي اي. عفوا اسف، الفولتج دروب على ار اي يكون تقريبا بيساوي الفولتج دروب على في بي اي. Typically the voltage across RE should be on the same order magnitude as VBE on. شايفين زي ما حكيت لكم. Large voltage drops may mean that the supply voltage VCC has to be increased in order to obtain the required voltage across the collector emitter and across RC. لأنه كل ما كبرت الفولتية هاي RC voltage drop على RE بدها تاخذ من الفولتية اللي على VCE. وبالتالي إنه يعني لانه هي ال VCC هاي هي عباره عن مجموع الفولتج هون وهون وهون، فاذا هاي كبرت الفولتج هاي VCE رح تقل، وانا ما بدي تكون VCE تكون قليله، بديها تكون بالمنتصف بعيده عن عن الساتوريشن. وبرضه كمان بنفس الوقت ما بدي اكبر VCC كثير لانه رح يكون في باور سبيشال عاليه. فاذا شو الحل؟ انه نختار الفولتج دروب على RE يكون قريب من VBE. وخليني افترض انه يعني سوي ابروكسيميشن التالي، انه اي سي كيو بتساوي اي اي كيو. وزي ما حكينا خلينا نختار ار اي، يعني هو ما اختارها 0.5، اختارها 0.51 كي لانه هي يعني قيمه موجوده بالمختبر ستاندرد ريزيستر فاليو، فاختار هاي القيمه لار اي. الان بعد ما اختار هاي القيمه لار اي ار
ار سي معطيه معنا 1 كيلو اوم. فاذا هو المجهول الوحيد اللي هو التيار، مجهولين عندي بس مجهولين مش ار سي وار اي، انا اسف غلطت، انا فكرت انه هو معطينا اي سي. لا المجهولين اللي هم ايش؟ اي سي وار اي. ار سي لا معطيه معنا 1 كي. طيب فاختار قيمة الـ RE، ومن خلال اختيار لقيمة RE وافترض انه IC بتساوي IE، ساوى KVL على هاي اللوب وطلع قيمة IC اللي هي 1.32 ملي أمبير. الآن باجي بضرب 1.32 ملي أمبير بقيمة بالقيمة المقاومة هاي 0.51 وبشوف كم الفولت تضرب عليها. الآن مش موجود معي بالسلايدات القيمة، ولكن لو ضربنا 1.32 ملي أمبير في 0.51 كيلو أم تقريبا تطلع يعني 0.7 أو 0.65، فبنلاحظ أنها قريبة من قيمة VBE-ON. كم قيمة VBE-ON أصلا في هذا السؤال؟ 0.7. فاذا فعلا هم تقريبا نفس القيم. فاحنا اخترنا قيمه الار اي بحيث انه يعني بدنا نتاكد بالاخر انه هل اختيارنا صح ولا خطا. بعد ما نختار قيمه ار اي ونوجد قيمه اي اي او اي سي نضربهم في بعض ونشوف انه اختيارنا صح او خطا، لانه اذا كان خطا بدنا نرد نعدل على قيمه ار اي. فكان اختيارنا صحيح. الان بعد ما اوجدت اي سي بقدر اوجد قيمه اي بي، وبقدر اوجد من خلالها برضه كمان بقدر اوجد اي اي اللي هي اي سي زائد اي بي. الآن بدي أوجد قيمة R1 و R2، وبدي ما أتعامل مع R1 و R2، بدي أتعامل مع R7 و V7 عشان أستخدم الـ simple expression هذا. فمن خلال هاي القيمة يكون في عندي مجهولين الآن اللي هم V7 و R7 ومعادلة واحدة. فإذا إيش أنا بدي أستخدم الـ rule of thumb وأوجد قيمة R7. الرول الثم شو بتحكي لي؟ انه ار ثيفنن بتساوي 0.1 في 1 زائد بيتا في ار اي. فبستخدم هذا القانون وبطلع قيمه ار ثيفنن. بعد ما اطلع قيمه ار ثيفنن برجع على المعادله هاي وبوجد قيمه في ثيفنن. في ثيفنن بتطلع قيمتها 1.1447. الان انا عندي في ثيفنن وار ثيفنن، من خلال هذول المعادلتين بوجد ار1 وار2، وانا بعرف شو قيمة R1 يعني V7 على سبيل المثال حسب طلعنا قبل شوي هي عبارة عن R2 على R1 زائد R2 في VCC. فباستخدام هاي المعادلة بإمكاني أوجد يعني بإمكاني أوجد ما بإمكاني أوجد R1 و R2 لأنه مجهولين معادلة واحدة، بس بإمكاني أوجد هذا كأنه مجهول واحد يعني خلينا نسميه X اللي هو هذا. فبتطلع قيمته 0.2894. بعدين بستخدم المعادلة الثانية تبعت R7 اللي هي R1 في R2 على R زائد R1 في R2 اللي هي المقامتين البارالل. طبعا هذول شو بيساووا مع بعض؟ 6.17 قبل شوي طلعتهم. فباجي هاي X بحطها هون بحطها هون، فبصير عندي مجهول واحد اللي هو R1، فبحسب R1 بتطلع R1 21.3 كيلو أوم، وبعدين من بحسب قيمة R2 من المعادلة هاي. تمام؟ فهيك بنكون حلينا السؤال. طبعا لو اجينا نشوف انه الدائرة ستيبل ولا مش ستيبل وغيرنا بيتا بلس 50% وماينس 50% راح نشوف انه ايش؟ very stable. شوفوا التغير بـ IC و VCE قليل جدا. تمام؟ فهيك بنكون كملنا النوع الثاني من البايسنج. بيطلع عندي النوع الاخير بنسميه positive and negative voltage biasing. طبعا اخذنا احنا يعني عليه examples، حلينا لما حلينا لكم examples كثير حلينا عليه، بس ما كنا عارفين والله هذا شو نسميه النوع. هو له اسم اللي هو اسمه positive and negative voltage biasing. انا عندي هون V plus بتساوي 9 فولت، فعندي هون positive ونيجاتيف بايسنج. بالنسبه لنا اكيد هذا سهل، خلينا نحل الكويا من خلال
example اللي هو example التالي أو نشرح لكم من خلال example اللي هو example 5.17. شو بحكي لي الاكزامبل؟ Design a biostable PNP transistor circuit to meet a set of specifications. The circuit configuration to be designed is shown in figure 5.57a. The transistor Q point values are to be VEC cube بتساوي 7 فولت, IC cube بتساوي 0.5 ملي امبير, and VRE equal to 1 فولت. شوفوا لاحظوا انه هاي طبعا هذا PNP صح؟ هاي VRE هون جاي فوق, يعني هذا الاميتر وهذا الكوليكتر وهذا البيس. شوفوا VRE كم قيمتها؟ 1 فولت, يعني قريبة من VEB على نفس الليفل تقريبا, نفس يعني قريبات من بعض. طيب شو بدي انا اوجد؟ بدي انا اوجد قيمة VR و V1 و V2. قبل ما نوجد V1 و RE و RC, قبل ما نوجد RE و RC وR1 وR2, بس خلينا بالله نحاول نشوف كيف نوجد ال V Thevenin اللي انا هاي, لانه اختلفت. شوفوا صار في عندي هون نيجاتيف فولتج, يعني مش بس بوزيتيف وR1 وR2, لا صار في عندي نيجاتيف, فاكيد R Thevenin و V Thevenin اللي راح تكون مختلفة شوي. طبعا هاي الفولتيو هون زي كانها V بلس, وهاي الفولتيو زي كانها هون V ماينس. وخلينا اوجد Thevenin لهاي, يعني سين باي ذا بيس. فهي الدائرة هيك راح يكون شكلها, زي كانه انا عندي هون هاي بوزيتيف, هاي V بلس, وعندي هون R1, وعندي هون R2, وهاي البيس سين باي ذا بيس. لما احكي سين باي ذا بيس يعني ما بين البيس والجراوند, يعني نحكي لك سين باي نود B معناته ما بين B والجراوند. بعدين في عندي هون هاي فولتية اللي هي V ماينس, وبعدين في عندي هون الجراوند. تذكروا انه هاي في عندي هون جراوند وعندي هون جراوند, فهيك الدائره. فاذا بتلاحظوا هاي الفي بيس اللي هي الفولتيه ما بين هاي النقطه والجراوند, يعني هي الفولتيه على ار2 ار والفي ماينس. تمام. طيب اذا بناء على الرسمه هاي واضح انه في ثيفرين شو قيمتها؟ ار2, يعني الفولتيه على ار2 كم؟ خلينا نحكي هيك في ثيفنن يساوي R2 على R1 زائد R2 في الفولتيتين هذول مطروحات من بعض اللي هي V بلس ماينس V ماينس. هاي الفولتية على R2 زائد V ماينس, فهي قيمة في ثيفنن. طيب R ثيفنن, R ثيفنن أتوقع نفس السؤال اللي قبل, لأنه هاي رح تصير شورت وهذا تصير شورت, فبتصفي R Thevenin بتصير R1 بدل ما R2. فعلا كلامنا صحيح. هاي طبعا هو هون ضرب وقسم على R1 بس عشان نحطه بهذا الشكل, مش عارف ليش بس عادي بصير هيك. طيب تذكرت ايش بدي اسوي هيك, يعني عشان يتعامل مع هاي زي كانه ايش, يعني هاي عشان نحكي انه هاي ار ثيفنين. طبعا هي ار ثيفنين هذول اثنين بارل مع بعض. طيب ما علينا, المهم انه احنا ايش اوجدنا في ثيفنين وار ثيفنين, وخلينا نحطهم على جنب. يعني هاي الدائره هيك تتصير, تخيلها زي هيك كانها تصير. خلينا نحطهم على جنب, وهاي عندي هون ار اي وهاي ار سي, وزي ما حكيت خلينا نحطهم على جنب شوي, وخلينا نطلع ار اي وار سي بالاول وبعدين نرجع لار ثيفنين. بالنسبه لار اي هاي اسهل وحده تطليعها, ليش؟ لانه انا عندي الفولتية على ار اي 1 فولت, وعندي التيار بعرفه كم معطيني اياه بالسؤال تقريبا, يعني اي سي هو 0.5. فمن خلال هذول الاثنين والله خلينا نرجع السؤال. هاي اي سي بحكي لك تقريبا 0.5, فمن خلال هذول, وهي في ار اي تقريبا 1, فمن خلال هذول القيمتين بامكاني اطلع انا ار اي اللي هي بتساوي 2 كيلو اوم.
فاي حسب نار في سي ار سي برضه كمان سهل لو سويت كيف على هاي اللوب بطلعها. خلينا شوي نروح على في سي هاي هون. فهاي كيف على هاي اللوب زي ما حكينا معادلة واحدة بمجهول واحد اللي هي ار سي، فبنحسب ار سي. فهيك بنكون طلعنا ار اي وار سي. بضل عندي ار1 وار2، بدنا نرجع للثيفنن اللي طلعناه نستخدمها. فخلينا نرجع للثيفنن ار ثيفنن في ثيفنن ونطلع ار1 وار2. نرجع من هون. طبعا احنا حكينا ار ثيفنن هي عباره عن ار1 R1 يعني R1 وR2 البارالل هي R1 في R2 على R1 زائد R2، ومن خلال الرول اوف ثام بامكاني اطلع انا R ثيفنن. وليش هون اول شيء اصلا طلع RE؟ عشان استخدم الرول اوف ثام اللي هي 0.1 في 1 زائد بيتا في RE بتطلع كم؟ 16.2. فهي طلع R ثيفنن. فهي بامكاني احط هون R ثيفنن يعوض قيمته هون، عشان هيك سوى المعادله بهذا الشكل. في ثيفنن طيب كم قيمتها؟ في ثيفنن برضه كمان كان نطلعها لو سوينا كي في ال على هاي اللوب صح؟ هذا بي موس، تذكروا اللوب هيك راح تكون ما بين البيس والليمتر. فلو سوينا كي في ال بهذا الشكل وانا هيني طلعت قيمه اي سي اي اي فامكاني اطلع قيمه اي بي، وار اي طلعت قيمتها، وفي ثيفنن طلعت قيمتها، فبضل علي عندي ار في ثيفنن هو المجهول الوحيد فبطلعه. فهي المعادلة. تمام؟ اللي هي هيها. طبعاً ما بيقدر يطلعها هون، يعني بده يرجع لنا لهي المعادلة. فهي المعادلة إذا حط عوض بهاي المعادلة بكون في عندي مجهودين R1 و V ثيفنن. فهي المعادلة الآن أنا بدي أوجد V ثيفنن. بعد الحد الآن هون ما أوجد V ثيفنن، أنا بس حكيت يكون في عندي مجهودين R1 R1 و V ثيفنن، لأنه R1 إن parallel مع R2 هيني أوجدتها. فبدي اوجد في ثيفنن زي ما حكيت كي في ال على البورشن اللي حكيت لكم عنه اللي هو هيها، اللي هي راح تكون المعادله بهذا الشكل. هاي الدائره خلينا نرسم لكم اياها. انتوا عارفين انه هذا كونه بي موس تيار هيك اتجاهه، فخلينا نسوي كي في ال بهذا الاتجاه. فراح تكون ماينس ال في بلس زائد اي اي في ار اي زائد بي اي بي اون زائد اي بي في ار ثيفنن زائد في ثيفنن. هي هاي المعادله، كل شيء فيها معلوم الا في ثيفنن. فبطلع قيمه في ثيفنن وبعد ما اطلع قيمه في ثيفنن بحطها هون وبطلع من خلال هاي المعادله قيمه ار1. بعد ما اطلع قيمه ار1 اللي هي هاي بنطلع قيمه ار2 من خلال هاي المعادله اللي تطلع 162 كيلو أوم. ليه يعني هاي المعادلة؟ تمام؟ فهيك بنكون كملنا هذا الشابتر وما علينا غير ندرس ونكون مستعدين للامتحان. في حد عنده سؤال؟ عندكم سؤال يا جماعة؟
طبعا يوم الأحد ما راح يكون في عندكم محاضرة، كان امتحان السبت. واضح؟ واضح؟ شفت ما حداش معاي. طيب يلا كويس، في على الأقل شخص واحد موجود. طيب معناته بنشوفكم إن شاء الله يوم السبت في الامتحان. أنا راح أكون موجود على التيمز، يعني إذا أي واحد بيحتاج سؤال أو إشي على التيمز بكون أنا موجود إن شاء الله. تمام؟ نعم نعم اسألي. دكتور هذا اليوم دراسة. نعم ما سمعتك، راح صوتك. طيب داخل الكتاب. خلاص احنا يعني عندنا تشابتر 1 و2 و5. لو ما راحت علينا محاضرة الأحد عشان كان في عطل الأحد اللي فات، صح؟ لو ما كان في عطلة كان أتوقع بكملكم تشابتر 3، بس يلا هيك كويس. تشابتر 1 و 2 5 تمام. يلا معناته إن شاء الله بنشوفكم يوم السبت. يعطيكم العافية. الله يعافيك.